المشكله حضرات ان السيسي ورجالته مش قادرين حتى يمثلوا انهم فعلا عندهم اراده استقلاليه. والدليل انك انت تلاقي اي مسؤول فيهم قاعد قدام اي مسؤول اجنبي ما تعرفش مكسور عليه، ممسوك عليه حاجه، ممسوك عليه فيلم، والله يعني تحس انه مكسور عينه. زي سامح شكري قاعد قدام وزير خارجيه النرويج، بصوا النبي الوزير قاعد ازاي، بص سامح قاعد ازاي، والله والله العظيم يعني حاجه عجيبه جدا. بيفكرني ب بيفكرني باسمه ايه ده، ب بسمير غانم في مسرحيه عبد السميع اللمية، قال لك انا دايما ابص، كان بتاع ورنيش، دايما ابص لتحت، يعني انا قال لك انا ماليش دعوه فوق، انا دايما ابص لتحت. هيلمع له الجزمه مثلا، شوف قاعد ازاي، ده مسؤول وده مسؤول، بس في فرق. اللي قاعد بتاع النرويج ده جايب انتخابات، اللاعب بتاع النرويج ده اللي انت شايفه حاطط رجل على رجل ده سي في شاسيه، انما ده جايب الواسطه والكوسه والحسابات. ده النرويجي ده مش خدام لحد، ده خدام لاي نظام. اللي يكسف ان الاعلام المصري ما اتكسفش ونشر الصوره دي عادي جدا، وكانت النتيجه الناس طلعت قالت انه هو اعلام النظام ما اتكسفش لما نزل الصوره دي قاعد قدام معركة قائد معركة الميكروفون بيهين مصر، وقاعد قدام الراجل كده، تخيل يعني قائد يا خسارة يا بلدي، بيقول لي يعني يا خسارة يا بلدي، جلسة العبد مع السيد وزير خارجية العدو. لا سامح شكري أذله وأغزاه الله، مؤتمر ميونخ للأمن، وزير خارجية النرويج وزير خارجية مصر، الإهانة في صورة. الحقيقة إن السيد سامح شكري لا يمثلني، بص لا يمثلنا ولا يمثل حد، لا يمثل حد. وزير الخارجية المصرية سامح شكري هو ذليل كالقزم، ويجي يعمل حاله ذكر على غزة، والدليل هو ونظامه. شيء يعني